أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، ونبدأ بالعناوين. نبدأ بالمدى، ارتفاع معدلات الغاز الإيراني الواصل للعراق. ونقرأ في الشرق الأوسط، الأمم المتحدة تكلف ألمانيا بالتحقيق في جرائم تنظيم داعش بالعراق. وفي العرب اللندنية، أوروبا ترفض أنانية جو بايدن السياسية. وفي القدس العربي، طالبان تعلن حكومة غير مكتملة وتتعهد بمقاطعة إسرائيل. في موقع بلومبرج، تركيا تريد موطئ قدم في أفغانستان. وفي العرب الجديد، جبهة للمعارضة داخل العراق، تعويل على الشارع للانتخابات. أخيراً في العربي 21، إيران تحذر طالبان بعد إعلان الأخير عن حكومتها. نقرأ في العرب اللندنية، الانتخابات العراقية عربة تحمل المافيات إلى مصيرها المخزي. يقول الكاتب ماجد السامرائي إن الانتخابات في العراق مسرحية هزيلة غير متقنة الأدوار، تعرض كل 4 سنوات على شعب العراق الجائع المظلوم. جزئت وتفككت دورتها الأخيرة عام 2018 بعد عام على تولي أحد طواقم الكومبارس الهزيل المتورط بالتغطية على دماء ثوار تشرين عادل عبد المهدي، ثم أطل على المسرح الأكثر قساوة على الجمهور مصطفى الكاظمي، لأنه التقط من خلال مخزونه الصحفي المتواضع أكثر جزئيات الألم الجماعي دماء الشباب، ووظفها بمقاطع إنشائية لصالح مجيئه واستمراره برئاسة الوزارة وطموحه في تجديد دوره بفعاليات يعتقد أنها ذات جاذبية لكنها مؤلمة. النظام السياسي القائم في العراق هو أداة ذات طبيعة أيديولوجية تابعة لنظام طهران. رغم وجود عبارات فضفاضة بالدستور، تفننت سياسات حكوماته الحزبية الطائفية وتطبيقاتها منذ عام 2005 في أساليب نهب ثروات البلد وأمواله التي قاربت 900 مليار دولار وتحويلها إلى جيوب المافيات الحزبية، مع احتفاظ طهران بالسيطرة على موارده وتعطيل شامل لحركة التنمية فيه ومنع الحياة عن القطاع الخاص بعد غلق معامله وسرقتها. وبذلك غلقت الأبواب أمام الشباب للعمل إلا بوابة رواتب الحكومة المنهكة. المؤشر الواقعي وليس النظري هو فقدان هذا النظام للقاعدة الشعبية. كان مؤشر انتخابات 2018 ذهب أقل من 18% من الناخبين إلى صناديق الاقتراع التي أصبحت ما بين محروقة أو مزورة، لكن هناك من يقول حتى لو تدنت النسبة إلى أقل من ذلك بكثير سيتم تمرير الانتخابات لوجود رغبة دولية أوروبية وأمريكية على ذلك. هناك اعتقاد اشتغلت عليه قيادات الأحزاب وبوحي من المشرفين الإيرانيين يعمل على استثمار الحالة النفسية للجمهور العراقي المنتفض عن طريق استخدام بعض أسماء الناشطين في قوائم التنافس الانتخابي بعد تخليهم عن رفاقهم من جهة، وقيام ما سمي بمعارضة سياسية داخلية تطالب بمقاطعة الانتخابات من جهة أخرى، رغم عدم شكوكنا بنيات أصحابها لخلق لعبة التوازن، لكنها لعبة فاشلة. سبب فجاجة هذه المسرحية وتفاهتها ليس أبطالها ومئات الممثلين الثانويين الأجراء من الكومبارس، بل كذب صناعها ومنتجيها. المخرج الأول الأمريكي ومخرجها الثاني ومنتجها الإيراني خامنئي.
لا تنفع تبريرات المخرج الأول ولا تقنع الجمهور العراقي. كان بيده أن ينفرد ولا يشرك المراقب المتربص الإيراني. تلك علامة فشل سجلت تاريخياً دحرجت الأمريكي إلى وادي المبتدئين في السياسة الدولية. عن قوالب الديمقراطية وجرائمها كتب وليد الزبيدي في صحيفة الميثاق الوطني العراقي: حملات الترويج الديمقراطية أو حملات الترويج للديمقراطية لم تتوقف منذ أزمنة غابرة، لكن ازدادت هذه الوتيرة مع زيادة أطماع الدول الكبرى بثروات الشعوب الأخرى. وإذا حققت بريطانيا سابقا على هذا الصعيد نظرا لحملات غزوها الدول واستعمارها ونهب ثرواتها، فإن دخول الولايات المتحدة على هذا الخط قد بدأ منذ ما ينيف عن قرن وبضعة عقود، وقد أعطى وجها آخر لعمليات الترويج والتسويق التي تواصلت بوتائر متصاعدة. فقد كان عامل ظهور النفط في الشرق الأوسط منذ عشرينات وثلاثينات القرن العشرين محفزا لإدارات البيت الأبيض للتوسع في الحديث عن الديمقراطية والعمل على تغذية الشعوب على الكثير من مضامينها الشعارية الفارغة. قد لا يعرف الكثيرون أن القنابل الأمريكية عندما قصفت ناكازاكي وهيروشيما قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 45 و900 ألف وسقط مئات الآلاف من القتلى والمصابين، قد وضعته الآلة الدعائية الأمريكية تحت مسمى الوصول إلى الديمقراطية، وأن إنهاء الحرب حتى لو حصل بتلك البشاعة والإجرام فإنه يسير وفق المنهج والمسار الديمقراطي الأمريكي بصورة عامة والغربي بشكل عام. ليس بعيدا عن أعيننا وحياتنا الممارسات التي أطلقت عليها أمريكا مسمى الديمقراطية وعملت على تسويقها والترويج لها، لكنها في حقيقة الأمر ليس بأكثر من جرائم متعددة الأشكال. وقبل مجيء قوالب الديمقراطية بشكلها وصياغتها المعروفة للعراقيين بعد الغزو في العام 2003، فقد ارتكبت الولايات المتحدة مجازر وسجلت الكثير من الجرائم بحق العراقيين، ومن أبرز ما تحتفظ به الذاكرة العراقية قتل وحرق أكثر من 400 شيخ وامرأة وطفل في ملجأ العامرية فجر 13 من شباط فبراير عام 91 و900 ألف، وفي زمن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، وخلال ما أسموه بحرب ثعلب الصحراء في شهر كانون أول من عام 98 و900 ألف. قتلت الصواريخ الأمريكية الكثير من العراقيين داخل بيوتهم، ومن بين ضحايا الديمقراطية الأمريكية الفنانة العراقية ليلى العطار رحمها الله وغيرها الكثير. بالتأكيد لا يمكن أن تنسى الشعوب الجرائم المرتكبة بحقها باسم الديمقراطية، ويمكن القول إن مئات الآلاف من الجرائم قد ارتكبت في العراق وما زالت تحت هذا المسمى، وسجلات الإجرام الأمريكي وأدواته في العراق تظهر الوجه البشع لهذه التسمية التي تديرها أمريكا وتدمر الدول وتهجر الملايين وتمنح ثروات البلد لأدواتها في مختلف مفاصل السلطة في البلاد. حذر تقرير أوروبي من اندثار اللهجة المحلية لسكان الأهوار، كاشفا عن جهود لجمع 1000 مفردة منها بقاموس يضم الكلمات المرادفة. الزورق شق طريقه عبر قنوات عشبية وقصب منحن مرورا بقطيع جاموس مغمور إلى النصف تحت الماء، وصيادي أسماك يرمون شباكهم في المياه الهادئة. وأشار إلى أن الأربعة كانوا في جولة بحثية لتوثيق معالم الأهوار ولهجة سكانها الأصليين المميزة. ولفت التقرير إلى أن عودة مواسم الجفاف وانحسار مناسيب تدفق المياه جعلا من ظروف معيشة أهل الأهوار صعبة التحمل، وتحدث عن اضطرار أعداد متزايدة من سكان الأهوار
إلى الهجرة ولجوئهم للعيش في المدن. ويجد التقرير أن ذلك يعرض البيئة الثقافية لأهل الأهوار وطريقة معيشتهم، فضلاً عن اللهجة المحلية المتميزة المتداولة بينهم، إلى الاندثار مع انتقالهم للمدينة. عودة ظاهرة الجفاف وانحسار مناسيب المياه في الأهوار أديا إلى تهجير العديد من سكان الأهوار المحليين إلى المدن مع بقاء عدد قليل منهم. كتب ساري عرابي مقالا جاء فيه: العارف بتاريخ المقاومة الفلسطينية والعقبات الهائلة التي تنتصب في ساحة الضفة الغربية منذ انتهاء انتفاضة الأقصى، والخبرة الأمنية الكبيرة التي راكمها العدو في هذه الساحة، يدرك أن العمل المقاوم في هذه الساحة يقارب المستحيل على الأقل في إمكان المراكمة عليه للتمدد الأمني الضخم في الساحة كلها. يمكن للعدو الصهيوني أن يتفاخر بقدرته الفائقة على تعلم الدروس ومراكمته لخبراته الأمنية، وفوق ذلك تحصنه في قلعة مسيجة بالتقنيات العالية. فإن السائر من أقصى جنوب الخليل إلى أقصى شمال جنين يجد نفسه سائراً في خط مرصود بالكامل من تقنيات العدو التي يظهر بعضها ويخفى آخر، فضلاً عن تسوير الضفة بما علا وخفي ورصد وتحسس. ثم إن المجموعات الفلسطينية التي يطالها بالاعتقال تباعاً يتبدى لها من قدراته على التنصت ما يستعصي على معرفة الفلسطينيين. ثم إن سجونه قلاع في قلاع، بيد أن هذه الخبرة المتراكمة هي دروس مكتسبة أملتها عليه ضرورات الصراع مع الفلسطينيين، الذين يمكنهم أن يتفاخروا أيضاً بأنهم ما فتئوا يفسدون عليه دروسه التي يتعلمها. هروب 6 سجناء فلسطينيين من أصحاب المحكوميات العالية من سجن جلبوع الذي يعده العدو واحداً من مفاخره في تعلم الدروس وحصار عزائم الفلسطينيين. هذا الهروب الذي كان في 6 أغسطس عام 2021 لم يكن الأول في تاريخ العزيمة الفلسطينية، لا في تاريخ الحركة الأسيرة ولا في تاريخ الصراع برمته. فإذا كان العدو يبني على خبرته الصراعية مع الفلسطينيين ويغلق بذلك ثغراته، فإن الفلسطينيين في معجزة تاريخية يبنون على إرث عميق في ضميرهم الجمعي. بالإرادة والسهر والكتمان وتكرار المحاولة والتحايل على العدو وبالملعقة وما توفر من قليل معدني، أمكن حفر نفق تحرر منه الفلسطيني وانحبس فيه العدو، نفق حفر في الخرسانة وصفائح الفولاذ، في حين كانت إدارة السجن تفتش غرف السجن 3 مرات يوميا للتأكد من ضمانته الأمنية. ما من شك في أن تفاقم الانقسامات داخل صفوف الثورة والمعارضة قد عزز الاعتقاد بقصور السوريين وعجزهم عن التفاهم فيما بينهم للتوصل إلى حلول متفاوض عليها وقابلة للحياة. هكذا انتهى الأمر بتسليم أوراق القضية بنسبة 99% للمجتمع الدولي في انتظار أن يحصل التوافق الدولي المنتظر والروسي الأمريكي بشكل خاص في يوم ما. فشيئا فشيئا تقلص دور المعارضات بجميع تياراتها إلى مطالبة المجتمع الدولي بتدخل جدي والتذكير بالقرارات الدولية والتمسك بها كما لو كانت وثائق ملكية أو آيات قرآنية يعزز تردادها فرص تطبيقها ويضمن التزام الدول المعنية بتعهداتها. وتأتي مأساة درع الراهنة وخطر تدمير المدينة وتهجير أهلها كما حصل من قبل مع مدن سورية عديدة لإحلال ميليشيات إيرانية أو تابعة لطهران مكانهم، لتضع نقطة الختام على هذا الحل الدولي الذي ما زلنا نركض خلف سرابه منذ أكثر من 10 سنوات من دون طائل.
وإذا استمرت الأمور على ما هي عليه لن يتأخر الوقت حتى نكتشف أن الحل الدولي لن يختلف كثيرا عن الحل الروسي ولا عن الحل الإيراني الذي يقوم على إعادة تأهيل نظام الأسد بوصفه الغطاء الشرعي للاحتلالات المختلفة ولتقاسم المصالح والنفوذ في بلد لم يعد له مالك ولا صاحب. ويبدو لي اليوم أن السبب الأكبر في استمرار المحنة السورية من دون حل هو الاقتناع الذي تملك أكثر السوريين من النخبة المثقفة والسياسية والجمهور أيضا بأنه لا يوجد حل في جعبتنا نحن، بل لن يمكننا مهما كان الحال أن نصل إلى حل بيننا بعد الرد الهمجي والصاعق للنظام على جمهور الثورة الذي يمثل غالبية الشعب، وبعد انقسام الرأي العام وتفتت قوى المعارضة وتهافتها ونجاح حلفاء النظام وعديد من الدول الحليفة وشبه الحليفة في تغيير النظر إلى ما يحصل في البلاد من مسألة صراع سياسي من أجل الحرية واسترجاع الناس حقوقهم وحرياتهم الأساسية إلى مسألة بدت في البداية ثانوية لكن سرعان ما تحولت إلى المسألة المركزية بالنسبة لجميع الأطراف العربية والدولية وهي الحرب ضد الإرهاب وفيما وراءها لجم الصعود الشعبي الواسع في المنطقة كلها. عن الانتقال السياسي الموعود والكاذب لن نتقدم أبدا في قضيتنا طالما بقينا نعتقد أن الحل للمحنة السورية لن يأتي إلا من الخارج أو هو في يد واشنطن وموسكو وطهران وأنقرة وغيرها وأننا غير قادرين أو ليست لدينا القدرة المادية والمعنوية التي تؤهلنا للخروج منها بوسائلنا الذاتية. لقد فقدنا بالتأكيد السيطرة على مصيرنا وثقة المجتمع الدولي بإمكانياتنا السياسية. أصبحنا ضحية تفاهم دولي على تقاسم مصالحنا لا على حمايتها والمحافظة عليها. لكن ينبغي أن يكون هذا الوضع هو الحافز لنا للخروج من سلبيتنا والسعي إلى استعادة المبادرة في علاج قصورنا وتقرير مصيرنا. ونقرأ مقالا للكاتب مثنى عبد الله: ما تأثيرات الحدث الأفغاني في الوطن العربي؟ يقينا إنه سؤال كبير يدور اليوم في الأوساط العربية الحكومية والشعبية بعد أن عادت حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان. ربما كان يبدو للبعض أن البعد الجغرافي عن العالم العربي يجعل مسارات التأثير والتأثر محدودة، وهذا صحيح إلى حد ما، لكن ما جعل العلاقة بين طرفين ذات خصوصية وقلص البعد الجغرافي إنما هي مرحلة الثمانينات من القرن المنصرم. ففي عام 1979 اجتاحت القوات السوفيتية أفغانستان لتنطلق بعدها مرحلة الجهاد لتحرير هذا البلد. من المعروف أن السياسة لا تعرف الثبات وهي كتلة من المتغيرات، ولأن مرحلة التقييم الحادي على الأقل تقول إن هنالك مخاطر مقبلة وإن السياسات الدارجة أنتجت انسدادات في الأفق ولم تحقق مكاسب تذكر. هنا يصبح لابد من التغيير في السياسات الداخلية لبعض الأنظمة العربية ومراجعة سياساتها الخارجية وأولوياتها، والانفتاح على كل المعارضات ومنها الحركات الإسلامية المحلية والتنمية البشرية وتوسيع الشراكة السياسية والتخلي عن امتلاك الدولة وتصفير المشاكل البينية في المحيط العربي والابتعاد عن سياسات الترقيع في الدول التي تعاني أزمات حقيقية تضرب في الشرعية السياسية لحكوماتها في العراق ولبنان واليمن وسوريا وليبيا. كل هذه مخارج آمنة للعبور من الزلزال الأمني المقبل من أفغانستان وتبعاته الذي سبقه خراب اقتصادي أحدثه وباء كورونا، كما بات من الملح أن يسأل العقل الاستراتيجي العربي نفسه ما الذي جنته الأنظمة العربية من كل السياسات البائسة التي مارستها؟ ما هي المكاسب وما هي الخسائر؟
إن حجم التناقضات والصراعات عميق جدا في المنطقة العربية، والمشكلة الأعظم لدى النظام الرسمي العربي أن الأمن غالبا ما يقود سياساته ويشكلها وليس العكس. لذلك هو غالبا ما يستسهل الحل الأمني للخروج من الاستعصاءات السياسية والاجتماعية، بمعنى أنه لا يستخدم الإقناع كوسيلة من وسائل تحقيق السياسات الداخلية وفرض القانون، وهذا السلوك يجرده من الشرعية فيتحداه الشعب، فيذهب لمواجهة هذا التحدي الشعبي باللجوء إلى القوة المادية والقمع، ظنا منه أن ذلك يؤدي إلى الخضوع. وقع زلزال قوي في المكسيك بالقرب من مدينة أكابولكو التي تشتهر بقضاء العطلات. ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال الذي وقع مساء الثلاثاء بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، بينما ذكرت هيئة رصد الزلازل المكسيكية أن قوته بلغت 7.1. كان مركز الزلزال على بعد 11 كيلومترا جنوب غرب أكابولكو في ولاية جيريرو بجنوب البلاد، وعلى عمق حوالي 10 كيلومترات. وتسبب الزلزال في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كثيرة من المدينة. قال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مقطع فيديو نشر على حسابه على تويتر: في الوقت الحالي ليس لدينا أي معلومات عن خسائر في الأرواح. والآن مشاهدينا مع الرسوم الكاريكاتيرية. إذن وبهذه الرسوم نصل لختام صدى أقلام اليوم. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته، دمتم بخير، إلى اللقاء.